يسعد لي اوقاتكم جميعا، صار لي زمان ما طليت عليكم بتعليم اغاني وبدروس. اليوم على طلب كتير عالم، وانا بدي احاول قد ما في فرغ وقت لحتى اصير كل يومين والتالت نزل تعليم اغنية بطريقة سهلة مع الكوردات. طبعا تعليم الاغاني هي مثل الدروس فينا نعتبرها، لان انا لما بعلمك اغنية بعلمك كيف تحط ايدك اليمين، كيف تحط مع الكوردات بايدك اليسار. هذا الشي لحاله بشكل عندك خبرة انه كيف بدك تعمل توليفة صحيحة بين اليمين واليسار بالنسبة للهارموني مع الكوردات. طبعا راح اشتغلها بأكثر من نمط كوردات، ممكن اشتغل الكوردات البسيطة اللي هي الميجر والماينر، بعدين بحط لكم الكوردات 7 مثلا، كوردات مشتقة، يعني يلي هي أكثر من نوع كوردات راح اشتغلكم وفرجيكم كذا نوع وكذا نمط، بالإضافة ل عزفة مع فصل الحواس مع إيقاع وبدون إيقاع، فقط كوردات مع اللحن كيف بنقدر نشتغلها مع وزن صحيح مع المترونوم بنشغله. فهلا خلونا فورا نبلش. طبعا راح يكون الدرس كتير بشكل مباشر بحيث انه تحسوا حالكم موجودين معي، وراح اعيد اكثر من طريقة واعطيكم اكثر من طريقة اثناء الدرس. فهو الدرس مو بس تعليم اغاني، هو تتعلم الاغنية بنفس الوقت. اذا بتركز كتير وبتحاول تنفذ هالخطوات نفسها مع اكثر من اغنية او مع غير اغاني او حتى مع نفس الاغنية، راح يشكل عندك خبرة لحتى تصير تعرف كيف تنسق بين اليمين واليسار، كيف تحط كوردات، كيف تمشي بالأزمنة الصحيحة. ويلا خلونا نبلش بالدرس وعليهم يا شبيبة. أغنية فطومة أغنية كتير سهلة وبسيطة مثل ما قلت لكم، حتى الإيد اليمين الميلودي تبعها كتير سهل وبسيط، ولكن بنفس الوقت نحن بنقدر نعمل منه قصص كتير ونشتغل فيها كتير تكنيكات وكتير حركات وكتير كوردات، ونعملها بأكثر من نمط وبأكثر من طريقة. ولكن نحن رح نشتغل هلا اللحن الأساسي مع كوردات بسيطة، لأن هي بدنا ناخذها بأسلوب تدريبي. برجع بقلكن الأغاني التعليمية اللي بحطها أنا مشان واحد يقوي حاله ويدرب حاله أكثر وأكثر بالعزف. جدا مهم تراقبوا أرقام أصابعي، لأن أنا بشتغل بأرقام أصابعي كتير صح. كل ما كانت أرقام أصابعك صح بعزف الأغنية، كل ما هالشي بيسهل عليك الموضوع. ومثل ما حكينا ومثل ما شرحنا، إصبع رقم 1 و5 يمين يسار ممنوع يجوا على العلامات السود، حاولوا كتير كتير انه ما تعسوا فيهم بالعلامات السود، ما عدا طبعا الكورد او اذا اربيج عم تشتغل، هذا شيء طبيعي لان هي قاعده الكوردات والاربيجات ما بتتغير. اما كارقام اصابع نهاوند عجم ما بصير تجي عندك، طبعا نهاوند عجم يعني راس الكرد البيات كل المقامات ما بصير تجي على العلامه السوداء، لان انت هلا اذا مثلا بدنا نشتغل الاغنيه تبع فطومه من نهاوند الدو، تمام نهاوند الدو قلنا شو ابعاد مقام النهاوند، معلش بحب اذكر، بعد ونص، بعد اثنين ونص، بعد اثنين، بعد ونص، بعدين ونص، بعدين. يعني اذا انت عم تشتغل هيك وطلعت باصبعك لهون هذا كتير غلط، ممكن تعملها حركة هيك. طبعا لحتى توصل لهالمرحلة انك تعمل هالحركة بده يكون عندك خبرة انك تعرف انه بعد هالعلامة ما عاد في شي هون، بعد هالعلامة ما عاد في شي، ما بقى في نغمة هون بقلب اللحن، لان انت اذا عملت هيك وبدك تعزف هون ما بتقدر تجيبها بقى. كيف بدك تعمله؟ هيك صعب، هيك غلط، هيك غلط، خلص انت علقت ايدك. ونفس الشيء هذا اذا اجى على هالعلامه بدك تعزف هون، مو معقول تعمل هيك. انتبهوا كتير لهالقواعد. هلا راح بلش مثل العاده بالايد اليمين بالميلودي السهل تبعه، بعدين راح احط لكم كوردات بالايد اليسار. طبعا هي نهاوند دو ولكن بتخللها السي الطبيعيه، تمام. طبعا اللي بيشوف الحركة هاي بيقول يا الله كيف بدي اجيبها، هاي نفس حركة الكوردات، نفس التدريب اللي احنا اخذينه، حركة الاربيجات والكوردات. لما بتكون ايدك صح انت على الكورد، ارقام اصابعك صح، زائد الاربيجات تبعك ارقام اصابعك صح، بتعرف انه هذا اربيج الدو ماينر ولكن من الدرجة الثالثة، التآلف الثالث تبعه. يعني انت قلت هون دو مي بيمول صول دو، هون عم تقول صول دو مي بيمول صول، يعني التآلف الثالث. شو يعني؟ يعني احنا بلشنا من العلامة الثالثة من الكورد الدو ماينر الأساسي، دو مي بيمول صول، بلشنا من احنا صول دو مي بيمول صول، فهذا نفسه الدو ماينر، ولكن يعني هاي كورد الدو ماينر وهاي كورد الدو ماينر، هذا دو ماينر وهذا دو ماينر وهذا دو ماينر، كل كورد في له ثلاث تآلفات. شارح أنا عن هالموضوع. هلأ نرجع، ها كوردات
كورد دو ماينر رح نشتغل اتفقنا. شوفوا كيف. إذا بدك تعملها بطريقة إيقاعية أجمل، هاي مترونوم سرعة 115 منشغل. طبعاً هون شايف عم نشتغل يعني فصل حواس، ما بده كتير هالفصل حواس القوي، المهم إنك تقدر تضبط أزمنة بالكوردات تبعك. تمام، إذا بدك تشتغله مع إيقاع اللف اللي هو الإيقاع النظامي تبعه، تمام. هلا بنجي للمقطع الثاني. هاي مرتين بتنعاد. وبترجع لنفس اللحن بس الكلمات عم تتغير طبعا. طيب هلا هون شو الكوردات تبعها؟ مثلا او فينا نعمله هيك، هيك انا بالنسبة لي ما بحب اشتغله هيك مشان ما خليكم تنقلوا كتير كوردات، ولكن اذا بدك تشتغل شي حلو بدك تعمله بهالطريقة هاي. لاحظت؟ دو ماينر فا ماينر بعدين سول ميجر، بتضلك على السول ميجر بترجع اذا بدك على دو ماينر. تمام؟ هذا إذا بدنا نشتغله بشكل مع الإيقاع مثلا. طبعا فينا نشتغل الدو ماينر هيك والفا ماينر هيك نفس أرقام الأصابع، انتبهوا. بس هنا أخذ أنا التآلف الثالث تبعه، يعني هاي الدو ماينر وهي الفا ماينر، يعني أنا شو أخذ بدال ما أخذ الفا لا بيمول دو، هون أخذ دو فا لا بيمول، بس هو نفسه. أنا بالنسبة لي بحب هذا التآلف أكتر ما أنه أطلع لهون خلي الدو تصير بالعالي. يعني انت على السمع اسمعوا كيف رح اعملكم اياها مع ايقاع اللف، اسمعوا كيف رح تلاقوها اجمل. هون طلعنا لهون، ما رح اطلع انا بس رح ابلش الكون وارجع. غير ما اعمل بتحس صار في فرق، اما هون الانسجام اعلى بين الدو والفا، اما دو فا انسجام شوي بيختلف. فا هلون تحي قلبي خدي منه شرارة، اخذت فا هون. الكوردات نفسها عم تتكرر إذا ملاحظين، نفس الكوردات. تمام، هون شو عملت أنا؟ أخذت السفن سول ميجر سفن، أوكي، يعني هيك. حتى هون فيني أخذ الدو ماينر سفن، يعني هيك.
فيني أعمل هون هيك؟ مثلا عند مثلا شو حبيت، لاحظتوا شو عملت؟ انا بس عم بنزل هيك، عم باخذ 7 7 بلس 7 7 بلس، بس من تحت بدل ما اخذه من فوق. بالنهايه هذا كله يعني كيف بدي اقولكم، يعني هذا لحاله اساسا علم اخر ودرس تاني وكتير بياخد من الوقت، ما فيني يعني صراحه اشرحه هيك. برجع بحكي، انا اللي بحب ياخذ دروس خصوصيه انا فاتح الموضوع، ورقم تليفوني رح تلاقوه على كتير فيديوهات موجودين، وهلا رح نزل رقم تليفوني هون. هذا الموضوع بده شوية متابعة أكتر، بده شغل أكتر. بالنسبة للكوردات ما هو سهل أنك أنت تعرف كيف تختار الكوردات أو كيف تشتغل، ولكن شوي شوي أهم شيء تحفظ كوردات اللي تابعة للعجم وللنهاوند. كوردات الميجر والماينر هن الأساسيين يلي أنت بتقدر منهم تنتقل لكوردات تانية وتعرف كيف تنظمهم. هلا إذا بدي أشتغلكم إياها أنا مثلا بشكل ومع المترونوم، ها بلعب بكون هيك. طبعا انا بكل مره بقدر اعزفها بطريقه شكل، كل مره بقدر اعزفها بطريقه شكل، كلاته برجع بعيد وبقول التدريب التدريب والدراسه، وانكم تفهموا هالاله بشكل صحيح. ما بتصدقوا المتعه اللي بتوصلوا لها لما بتصيروا بتعرفوا كل حركه كيف عم تعملوها. لما بتصيروا مثلا هالاغنيه قديش بسيطه، انا بقدر اعزفها يمكن بشي 20 و30 شكل، وكل مرة بعزف فيها وبحط إضافات جديدة أنا بستمتع أنا وعم بعملهم، لأنه ما بمل. مو دائما عم عيد نفس النوتات نفس النوتات نفس النوتات أو نفس الحركة اللي أنا بعرفها. في كتير طرق، في كتير أساليب، في 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 هاي الآلة كل ما بتعطيها وقت كل ما هي بتعطيك موسيقى، كل ما بتعطيك حياة، كل ما بتعطيك متعة وشغل. وإن شاء الله يكون هالدرس مفيد لإلكم، إن شاء الله يكون أعطيتكم حافز إنه بالتدريب ما في شي ما بيصير، بالتدريب ما في شيء ما بصير. بس كمان ما بتقدر انت تصير عازف كيبورد وانت ما بدك تتابع حالك. على القليلة على القليلة بتلاقي عالم بيشتغلوا حفلات وبيطلعوا ولليوم بيحط لي الكورد بهالثلاث اصابع. على القليلة رتب ايدك، خلي ايدك شكلها صح على الآلة، شكلها صح، الوضعية صح. كل ما كانت وضعية ايدك صح بالكوردات كل ما بتساعدك انك انت تتنقل وتعمل فيها يلي بدك اياه بدون ما يصير عندك اخطاء. الهارموني بيكون تبعك صح، وضعية الكورد صح، التآلف صحيح، هالشي بيريحك انه يصير في عندك اساسا حرية بالتنقل بين الايد اليمين واليسار. ما عاد تحس بإعاقة انه انت مانك عم تقدر، كيف بتزت ايدك عم تجي غلط غلط لانه وضعية اصابعك غلط. هي هي كل الفكرة. بتمنى لكم كل التوفيق، والى اللقاء بفيديو تعليمي اخر يا شباب ويا صبايا. الى اللقاء، باي باي.